أهلا بكم حبايبي طلاب أولى إعدادي، طلاب المدارس التجريبية. تجريبي متميز أو تجريبي عادي أو مدارس الخاصة لغات. النهاردة إن شاء الله هندردش مع بعض في كورس تأسيسي، هنتعلم فيه بعض المبادئ الأساسية. معاكم مسيو أيمن سعيد، مؤلف كتب لكسرانس. و إن شاء الله النهاردة هندردش، لأن ناس كتير كلمتني على الواتس أو أولياء أمور أو طلبة حتى، يا مسيو أستاذينك عايزين كورس تأسيسي، لأن أنا حاسس إن أنا في الفرنش في أولى إعدادي مش متأسس كويس. طيب، فإحنا النهاردة إن شاء الله هندردش مع بعض. هو أنا أقول لك إني ليه بتعلم فرنش، وهناخد أساسيات اللغة والحروف والأرقام، يعني حصة أو محاضرة سرية وغنية. ركز معايا من فضلك فيها للآخر، علشان هنتعلم حاجات كتير جدا. احنا هنا مستمرين في حجز طلاب ثالثه ثانوي عام، دي استمارة حجز لطلاب ثالثه ثانوي. فانت لو ليك اخ او اخت في ثالثه ثانوي وحاسس ان هو في فرنش مش فاهم او يعني مستوى ضعيف شويه، احنا ممكن ان شاء الله نخليه يتعلم كويس ويدخل امتحان ثالثه ثانوي ان شاء الله ويقفل كمان. يعني احنا ان شاء الله ما فيش طالب كان معانا ثالثه ثانوي عام الا وقفل وحصل على درجه النهائيه ان شاء الله. طيب، هنا في الاول خالص، انا شغال من كتاب الاكسلانس اهو. اولا انت لازم تعرف ان المنهج بتاعك اسمه بيان فيني، يبقى رقم واحد اعرف المنهج اللي انا هدرسه اسمه ايه يا مسيو. اسمه بيان فيني ان، اهو بيان فيني ان، ومعنى بيان فيني يعني اهلا وسهلا، يعني بيان فيني زي بالانجلش كده ويلكم. فهنا ويلكم رقم واحد، بيان فيني ان. طب كلام جميل، ده الكتاب اكسلانس واللي موجود في كل المكتبات. طب انا هدرس كام واحده في الترم الاول او في الخميس سمستر؟ هتعلم يعني ان شاء الله هندرس 3 وحدات. يونيتي ان، واحده الاولى اسمها شولا فامي فرج، اسره فرج. بعد كده يونيتي دي اسمها لا ميزون دي رضا، منزل رضا. وديت الواقع لكل في المدرسه. وفي الكتاب شو عملت حاجه، فكره جميله جدا، عملت اسمها حاجه اسمها مراجعه ليله الامتحان. فانت كطالب او كمدرس مش محتاج في ليله الامتحان تصور ملزمه او تصور ورق، لا انت الكتاب موجود معاك فيه مراجعه ليله الامتحان، فيها تلخيص لكل الكلمات والجرامير والقواعد واهم الاسئله. طيب، اول سؤال، ناس كتير كانت محتاره، مش انا اختار فرنسي ولا الماني. يعني انا كطالب مثلا، انا رايح اولى اعدادي وعندي عندي مثلا فرنش وعندي الماني او ايطالي او اسباني، انا اختار مين يا مسيو؟ ليه؟ هنا عملت لك حاجه اللي هي بوركوا ابروند الفرنسي. ليه بتعلم فرنش؟ ايه اهميه تعلم اللغه الفرنسيه؟ رقم واحد، لان الفرنسيه مستخدمه في كام دوله؟ في 54 دوله. لغه عالميه بعد الانجليزيه، لغه رسميه في الامم المتحده. تحدث الفرنسيه في افريقيا اعلى من الانجليزيه. يبقى دي كلها اسباب تخليني يعني ادرس الفرنش كلغه تانية. يعني دي اسباب تميز الفرنش عن الالماني او الاسباني او الايطالي وهكذا. طيب، احنا عندنا اولاد، احنا زمان كنا احتلال فرنسي، ففي عندنا بعض الموروثات او بعض اللهجات او بعض الكلمات الموجوده على لساننا لحد دلوقتي. اهي كلمات فرنسيه موجوده داخل اللهجه المصريه، دي مو فرونسي اكزيست دون لو لانجاج ايجيبسيان. يبقى هنا دي مو فرونسي، كلمات فرنسيه اكزيست دون لو لانجاج ايجيبسيان، في كلمات فرنسيه موجوده داخل اللهجه المصريه. هناك كلمات فلكوريه مصريه موجوده على لساننا منذ قرون طويله، ولا يعرف اغلب المصريين كيف وصلت الى مصر وما هي اصولها، بيقولوها الجميع دون ان يعرف معانيها. البليله، كلنا بناكل بليله، البليله اللي هو البليله يعني اكله شعبيه ذات انتشار واسع خاصه في مصر وبلاد الشام، يعود اصلها الى كلمه ابلي اولي. يبقى كلمه ابلي اولي يا اولاد، ابلي يعني قمح، اولي بالحليب، يبقى البليله اللي هي ابلي اولي، وتعني بالفرنسيه القمح باللبن. يبقى حتى كلمه بليله او احنا اكله بليله دي الجميله اللي احنا بناكلها دي اصلها ابلي اولي. طيب، عارفين حي بولاق الدكرور في الجيزه؟ بولاق الدكرور حي في الجيزه يعود الاصل الى بولاك دوكير، يبقى بولاك دوكير تعني بالفرنسيه القاهره الجميله. يبقى بولاق الدكرور هي بو يعني جميل،
لاك بحيرة، دو كير في القاهرة، يبقى بو لاك دو كير يعني مكان جميل في القاهرة. يبقى زمان كان أيام الفرنسيين كان البولاق دي كانت فيها بحيرة أو عبارة عن بحيرة جميلة، فالفرنسيين أعجبوا بيها أو عجبتهم فسموها بولاك دو كير أو بولاق الجميلة. جمصة في دمياط أغلبنا راح صيف فيها. جمصة مدينة في دمياط يعود أصلها إلى جيمس سا، والتي تعني بالفرنسية حب هذا، يعني زمان أيام الحملة الفرنسية يعني نابليون بونابرت وصل دمياط وشاف جمصة فعجبته جدا فقال جيمس سا، يعني أنا أحب هذا يعني، فإحنا سميناها مع الوقت أو تحولت إلى جمصة وهكذا بقى. طيب أنا هنا عندي كمان كلمات فرنسية موجودة في حياتنا، يعني كلمات فرنسية موجودة يعني زي بانتالون جيب، كرافات، سالوبيت، جيلي، بوت، جاكيت، كوليي، ساندال، اهي بلوفير، كاسكيت، اشارب، دي كلها كلمات موجودة في حياتنا اليومية. وسائل المواصلات زي مترو، تاكسي، بوس، بسكليت، موتوسيكل، أشخاص، بيرسون زي بيبي، مامون، بابا. بعد كده اليمو اي بواسون، اكل وشرب زي الشوكولا والبسكوي والبونبون والجاتو والكرواسون، بيتي فور، سالاد، مونج، ليمونات، تومات. بعض السبور العاب رياضيه زي كاراتيه، فولي بول، تنس، اند بول بوكس. بعض التعليمات داخل الفصل او حاجات لازم نعرفها يا اولاد زي ليفيتوا اوقف، ليفيتوا، اسيتوا، اسيتوا اجلس يعني، اكري اكتب، لي اقرا، ريبون جاوب، ايكوت اسمع، شوازي اختار، اسوسي وصل، كومبليت كمل، ريبيت قول. يبقى دي كلها كلمات لازم انا اعرفها عشان المسيو في الفصل لما يقول لي ليفت وا اعرف اقف، او اسيت وا يبقى اجلس، اكري يعني اكتب، لي يعني اقرا، ريبون يعني جاوب، ايكوت يعني اسمع، ايكوت، شوازي اسوسي، كومبليت ريبيت. كمان بعض الفوكابيلير متعلقه بالمدرسه زي اوني كلاس الفصل، اوني كلاس الفصل، ان ايكول المدرسه، ان ليفر كتاب، ان بروفيسور معلم، ان اليف تلميذ. الالفابي فرنسي الابجديه الفرنسيه اللي هي ا بي سي بي اي اف جي اش اي جي ك ال ام ان او بي بي كي ار اس تي U, V, W, X, Y, Z. مع بعض تاني يا أولاد. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. لي فويل اللي هم الأ أ إي أو أو إجريج والأش حرف ساكن لكن بنعامله لأنه حرف متحرك، وده لا ينطق خالص يعني لوم رجل ما أقولش لهم، لا لوم مستشفى لوبيتال ما أقولش هوبيتال، لا يبقى حرف الأش غير منطوق. عندي بعض الكونتاكت الفرنسي التواصل زي بونجور صباح الخير، بونجور، سالي ازيك، ميرسي شكرا. تاني يا اولاد يبقى بونجور صباح الخير، سالي ازيك، ميرسي شكرا، بونجور مدام صباح الخير مدام، بونجور مسيو صباح الخير سيدي، بونسوار مسيو مساء الخير سيدي، او ريفوار باي باي، او ريفوار اسمها او ريفوار. لوماتا معناها في الصباح، يعني كلمة لوماتا تساوي كلمة ذا مورنينج، يعني لوماتا في الصباح، ليسوار في المساء. مع بعض تاني، بونجور
Salut, merci, bonjour madame, bonjour monsieur, bonsoir monsieur, au revoir le matin, le soir. وهنا قاعدين عن تمارين، يعني هنا اسم تمرين مي ان اوردر لليتر بور فيرمو دي مو، رتب يعني تكتب هنا ميرسي وهنا او ريفوار وهنا بونجور وهنا سالي. وصل هتقول بونسوار اهي مساء الخير واو ريفوار وسالي، ده تمرين موجود جوه الكتاب. بعد كده الكوميونيكاسيون تواصل، عايز اقول لواحد اسمك ايه بالفرنسية، يعني اسمه كومون تيتابيل. كومون تيتابيل اسمك ايه؟ جو مابيل ايمن، جو مابيل محمود، جو مابيل علي. يبقى هنا بسأل واحد عن اسمه اقول له كومون تيتابيل، وهنا جو مابيل زائد مين الاسم. بعد كده كومون سافا، كومون سافا يعني عندك او ايه اخبارك؟ كومون سافا الصحة عاملة ايه؟ سافا بيان الصحة كويسة، سافا بيان. كلاجاتي، كلاجاتي عندك كام سنة؟ جي ديزون، جي ديزون عندي 10 سنين. يبقى تاني مع بعض كومون تي تابل اسمك ايه؟ جو مابيل وزاد بعد اسمي يعني. كومون سافا، سافا بيان، كلاجاتي، جي ديزون عندي 10 سنين. تي اون كيل اني سكولير انت في سنة كام؟ تي اون كيل اني سكولير، تي اون كيل اني سكولير انت في سنة كام؟ هنا قال لي جي سوي زون بريمير بريباراتوار، انا في اولى اعدادي. يبقى تي اون كيل اني سكولير انت في سنة كام؟ جي سوي زون بريمير بريباراتوار، انا في اولى اعدادي. بعد كده لنومبر الارقام، لنومبر الارقام مع بعض ان، يعني واحد ان دو دو، اثنين تروا تروا، ثلاثة كاتر كاتر، أربعة سانك سانك، خمسة سيس سيس، ستة ست ست، سبعة ويت ويت، ثمانية نف نف، تسعة ديس ديس، اونز اونز، دوز دوز، تريز تريز، كاتورز كاتورز، كنز كنز، سيز سيز، ديس ست ديس ويت، ديس ست ديس ويت، ديس نف، فان فان. يبقى ان دو تروا كاتر سانك سيس ست ويت نف ديس، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. وصل اسوسي 9 9 اهو 20 اللي هي 20 20 18 18 اهي 18 13 13 وهكذا بقى، يعني ده تمارين موجود في الكتاب. عندي بقى لي برونونسوجي ضمائر الفاعل اللي هي انا، انا يعني جو، انا يعني جو جو، انا جو جو. طب انت، انت تي تي، انت يعني يا ولاد تي. طب هو، هو ايل. طب هي ال، يبقى جو تي ايل ال، جو تي ايل ال. نو احنا، نو احنا، فو انتم، فو انتم، الى بك اس هما، وإلى فيك اس هن. يبقى جو تي إيل أل، نو فو إيل أل، جو تي إيل أل، نو فو إيل أل، جو تي إيل أل، نو فو إيل أل. دي كلها ضمائر مين الفاعل. ده طبعا تمارين. أخيرا يا أولاد في الكورس، يبقى كده الكورس خدنا اتعلمنا الحروف والأرقام وليه نتعلم فرنش وضمائر الفاعل. وهنا يا ولاد هناخد لي ماتريال سكولير الادوات المدرسيه، لي ماتريال سكولير الادوات المدرسيه. هنا اهو اني كرايون، اني كرايون، اني كرايون، قلم رصاص، اني كرايون، اني ستيلو، اني ستيلو، قلم جاف اهو ستيلو قلم جاف، ان ليفر، ان ليفر، ان ليفر كتاب،
ليفري كتاب، ان كارتابل، ان كارتابل حقيبة أو شنطة، كارتاب، ان بيرو، ان بيرو، بيرو مكتب، ان تاي كرايون، تاي كرايون براية، تاي كرايون يعني براية، ان تابلو سبورة، تابلو، ان تروس، تروس، ان تروس مقلمة، ان رجل، ان رجل، ان رجل مسطرة، ان جوم، ان جوم، جوم، جوم ستيكة، ان كايي، ان كايي كشكول، لي كرايون دو كولير أقلام ألوان، لي كرايون دو كولير أقلام ألوان. مع بعض تاني، ان كرايون، ان ستيلو، ان ليفر، ان ليفر، ان كارتابل، ان بيرو، ان تاي كرايون، ان تابلو، ان تروس، ان رجل، ان جوم، ان كايي، لي كرايون دو كولير، لي كرايون دو كولير أقلام ألوان، لي كرايون دو كولير. وبكده يكون الكورس التأسيسي بتاعنا خلص، واللي كان فيه أدوات مدرسية، وكان كمان متعلم التحيات، ضمائر الفاعل اللي هي جو تي ال ال نوفو الافيك اس الافيك اس، وكمان اتعلمنا يا اولاد الارقام اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. دي كلها حاجات. وهنا بقى التحيات اللي هي او هنا التواصل يعني، كومون تي تابل، جو مابيل، كومون سافا، سافا بيان، كيل اج اتي، جو ديزون، تي اي، اون كيل اني سكولير، جو سويز اون بريمير بريباراتوار، انت في سنه كام؟ انا في اولى اعدادي. وبعد كده خدنا يا اولاد او تعلمنا اللي هي التحيات يعني، اللي هي بونجور، سالي، ميرسي، شكرا، بونجور مدام، بونجور مسيه، بونسوار، وخدنا كمان اوروفار يعني باي باي، اوروفار يعني باي باي. وتعلمنا الحروف اهي اللي هي ا ب س د ا اف ج اش اي جي ك ال ام ان او ب ك ر اس ت اي و دبليو اكس واي زد. ان شاء الله انتظرونا الحصه الجايه، هنشرح يونيتي ا بالكامل في حصه، هنشرح الوحده الاولى كلها في حصه اللي اسمها شي لا فامي فرق، هنشرح يونيتي ان في حصه، يونيتي دي في حصه، لا ميزون دي رضا، ويونيتي تروا الي كل في حصه هنا على اليوتيوب. يبقى ان شاء الله انتظرونا في ثلاث حصص، هتسمعوا الشرح بالكامل، وهنعمل حصه مراجعه الامتحان. يبقى ان شاء الله كده انا هشير لك على اليوتيوب اربع حصص كاملين كده، هتلم فيهم منهج بشكل جميل وسلس ولذيذ. انا هسيب لك في الديسكريبشن لينك جروبنا على الفيسبوك، على الفيسبوك، وكمان لينك جروبنا على التليجرام، ولينك جروبنا على الواتساب، بحيث انت لو محتاج اي سؤال او في عندك مشكله او عايز تفهم حاجه تواصل معانا ان شاء الله وهنجاوبك عليها. كان معاكم مسيو ايمن سعيد، مؤلف كتب الاكسلنس.